السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي في درس جديد من دروس تعليم البرامج الهندسية. هذا الشرح سيكون بعنوان اختصر وقتك باستخراج ناتج تقاطع عدة أشكال بخطوة واحدة دون استعمال الأوامر الروتينية مثل تريم وإكسن إلى غير ذلك، وهذا على برنامج أوتوكاد. نقوم بالدخول في الشرح مباشرة. أقوم بعمل ريكتانجل انتر الأول الثاني الثالث الرابع. الآن أود أن أقوم بعمل استخراج تقاطع هذه الأشكال، وذلك بخطوة بسيطة. أولا يجب علي أن نقوم بتحويل هذه الأشكال إلى ريجن. آتي على الكوماند بار، أقوم بإدخال الأمر ريجن انتر، أختار جميع هذه الأشكال، أضغط انتر، ثم آتي إلى الكوماند بار مرة أخرى، أقوم بإدخال الأمر اي ان، أضغط انتر، ثم اختار جميع هذه الاشكال، اضغط انتر. تلاحظون تم اعطاؤنا النتيجة التالية، وهي الشكل الناتج عن تقاطع جميع هذه الاشكال. تلاحظون لو اختاره اضغط انتر هو عبارة عن ريجن. يمكن عمل اكسبلود له، اكسبلود انتر، الان اصبح عبارة عن لاين. اوكي، اقوم بعمل مثال اخر، مثلا سيركل الاولى، الدائرة الثانية، الثالثة والرابعة، نفس الشيء. آتي إلى الكوماند بار، أقوم بإدخال الأمر ريجن انتر، أختار جميع هذه الدوائر، أضغط انتر، ثم آتي إلى هنا، أقوم بإدخال الأمر اي ان معناه انترسكت، انتر، وأختارها مجددا انتر. تلاحظون تم إعطاؤنا هذه النتيجة، والتي هي عبارة عن ناتج تقاطع هذه الدوائر. باختصار هذا الدرس، تتبخلوا علينا بدعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.